مي ورا طعام بالعصبان. بون طعام من راني نشوف فيه بصح العصبان ورا. من بعد انا ما شمخته، من بعد ما شمخت الطعام ديالي فورته الفوره الاولانيه، الطعام كامل نعرفوا كيفاش نشمخوه، شمخت الطعام الفوره الاولانيه، هذه الفوره الثانيه. والله صافي بليزير تشوف الطعام في الحصه هذه سيرتو بالعصبان ان شاء الله. ونعاود نسكيه، وبكش نسكيه ان شاء الله عندنا احنا لاصوص. درت لهم العصبانه اللي مشهوره بها ولايه جيجل، العصبانه، ودرت لهم سكسو باللحم، اللحم والعصبان. احنا هنا في جيجل مشي والعصبانه مع اللحم، ان شاء الله نتوما تذوقوها وتعطوني رايكم، باسكو جوج لا يعرفوها بزاف. وبنينه ان شاء الله بنين الطعام يعني ولا اروع. دوك انا هذا واجد هاولي كان هنا يعني فورته، هذا دوك ان شاء الله على ما نحط له شويه الزبده. دوك السكسو تاعي اوفر، دوك واش ندير انا، نحي انا هذا السكسو تاعي، ندهنو بالزبده وشويه تاع السمن البقره. هو لاستيش تاع الطعام السمن تاع البقره مع الزبده باش لتوه حبنا ولا اروع. هذه هي دوك ان شاء الله نعاود لت انا الطعام ديالي. هذا الطعام دوك ان شاء الله نعاود نلتو ونعاود نشوف الطنجره ديالي. عزيزه كيفاش راح ديري العصبان في الطعام؟ صح كل واحد كيفاش. العصبانه واش هي؟ العصبانه اللي ما يعرفش العصبانه واش هي، العصبانه هما لي زابط تاع بقر كيما كلوا الاحشاء. الاحشاء نجيبوهم نقطعوهم رقيقين، نقطعوهم رقيقين، دوزنوهم بصل، حبيبة تاع الطوماطيش هذه في العصبانة، بصل، حبيبة تاع الطوماطيش تاع الحب، النعناع، وشوية تاع الثوم، شوية زيت الزيتونة، شوية تاع الطعام تخشينا، نعجنوهم مليح مع لي زابا هذوك اللي قطعناهم رقيقين، ودوك تشوفوا كيفاش مقطعين، ونعاودو نحشيوهم في الدوارة في الكرشة. أنا ولدت دوكا إن شاء الله بالزبدة والسمن تاع البقر، وان شاء الله ونعاود ندريسي في الطواب في بلي زاسيات وانتم تشوفوهم ان شاء الله. هذه سمن تاع بكره ان شاء الله، ها عليك مع الزبده ان شاء الله. دوك هذه ندير لها السمن تاع بكره، والاخرى هاي اللي من بعد نزيد لها السمن المراعي هاي ليك. دوك ان شاء الله ونخلط كامل في بعضه، باسكو انا كسيعه هذه تاعي صغيره ما تكفينيش. عبد المؤمن وفقنا طعام بالعصبان. ايه مادام هتحكي على ريحه الجدود صافي راهي دايره بلان جيجلي تقليدي 100% ما يكون غير سكسو بالعصبان. هذا الطعام ديالنا احنا ولدتو فيه، ها ملتو الطعام تاعنا. دوك نحطوه في الطباسه، نحطوا الحميصه، نحطوا العصبانه، نحطوا اللحم، ونسقيوه وشا هي طيبه. بسم الله. ها الطعام سكسو بالعصبانه، هذا سكسو بكري كانوا غير هو غير تقريبا. تاع عزيزه ما تنساش الخيط تاع الباراسيون سينو قويمهم يتعقدوا اليوم. هاي العصبانه شوفوا الخيط اللي باش مخيطه، هذا هو الخيط اللي باش مخيطه العصبانه. هاي العصبانه راح تشوف العصبانه كيف ازيها. هاي العصبانه كيفاش نقطعوها، با 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 فوالا هاو العصبان الحقاني. شميت الريحه، شميت الريحه، الله يبارك يبارك فيك طاط عزيزه. دوك عندنا العصبان، نحطوا شويه العصبان، وقتها العصبان يتفرش فوق الطعام.
العصبانه هذه واش فيها؟ فيها مصارن كامل مع فواد وكامل مقطعين رقيقين كيما كتشوفهم. شوفي كيفاش مقطعين، قطعوهم كامل رقيقين، بان رقيقين ديك الساعه. والتدوزينه تاعهم نعناع، بصل، شويه تاع الثوم، ما كثرش الثوم، شويه تاع الثوم، شويه زيت زيتونه، شويه تاع سكسو. نحطو سكسو، علاش نحطو سكسو؟ باش تسلمنا هذيك لافارس. شوف هذا اللي بيض، باش تجينا لافارس تجينا هكذا ملمومه. لاباز تاع العصبان النعناع، الا ما حطيتش النعناع ما جاكش والو. نعناع، فلفل، شويه فلفل الكحل. دوك ان شاء الله ندريسيو لي زاسيات ديالنا ونقدموهم.